يمكن أن نقول أن الوفد الذي وصل مساء أول أمس، هذا الوفد معني بحل القضية الليبية خلال الفترات المقبلة. بالأمس كان هناك اجتماع، استمر هذا الاجتماع لمدة تقريبا 3 ساعات قبل أن ينتهي هذا الاجتماع بالقاهرة، على أن يتفاوض أو يعود مرة أخرى إلى طاولة المباحثات مع اللجنة المعنية بالشأن الليبي، وهي لجنة مشكلة من قبل عدد من الوزارات والهيئات المصرية، وهي مسؤولة عن ملف القضية الليبية. هذا الاجتماع قد ينعقد، أو بحسب مصادرنا في الوفد فإنه سينعقد يوم الأحد المقبل، وسيواصل اجتماعاته بالقاهرة. من المرتقب أن يكون هناك بيان، قد يصدر هذا البيان عن الوفد الليبي، بالإضافة أيضا ربما يكون هناك بيان من قبل الهيئة المصرية. خلافا لذلك سيكون هناك عدد من المباحثات تجرى مع عدد من المسؤولين المصريين. الوفد الليبي لديه عدد من النقاط الرئيسية يبحثها في خلال مباحثاته مع الهيئة المصرية. هذه النقاط تتعلق بوقف إطلاق النيران، بالإضافة أيضا إلى يعني تشكيل صورة الحياة في ليبيا خلال الفترات المقبلة، ومع وقف إطلاق النيران، بالإضافة أيضا إلى سعيهم إلى أن يكون هناك توافق بين جميع المناحي والأقاليم الليبية في المجلس الرئاسي. هناك أيضا مبادرة إعلان القاهرة، يأملون في أن يحصلوا على مزيد من المعلومات حول هذه المبادرة وما الدور المصري في هذه المبادرة خلال الفترات المقبلة. بالإضافة أيضا إلى أننا وصلنا عدد من المعلومات ومعلومة مؤكدة توضح أن اللواء المسماري سيصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، وزيارته لا تتعلق بزيارة الوفد الليبي، ولكن هذه الزيارة يعني توضيح صورة الرأي العام في ليبيا، وأيضا للاطلاع على ما جرى خلال الفترات المقبلة وتوضيح ما قد يحدث خلال الفترات المقبلة. كريم الشيخ مراسلنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلي